بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الشابتر 9 و10 9 و10. المادة بتاعتنا طبعا فورنسيك اند توكسيكولوجي، الطب الشرعي والسموم المقررة على شعبة مراقب صحي سنة تانية الترم الثاني. كنا وقفنا على شابتر 9 اللي هو الوونز. هنقدر نعرف انواع مختلفة للجروح طبعا من الناحية الشرعية، يعني الواحد بيتعور في البيت مش مشكلة يعني، انما من الناحية الشرعية والطب الشرعي بنقدر نعرف ايه انواع الجروح وايه وشكل الجروح. يعني ايه جرح الاول؟ loss of natural continuity of the tissue، النسيج الجلدي. لما بيتجرح نسيج ممكن داخلي في اوضه العمليات، لما بيفتح مثلا الامعاء بتاعت البتاع، لما بيفتح الكلي عشان يطلع الحصى ده بيعمل جرح، فالجرح ده بيبقى loss of natural continuity of tissue، ده اسمه ايه؟ wound جرح. وزي ما اتفقنا تعريف مهمه، كل ما تلاقي تعريف حاول تحطه في ورقه خارجيه وانت بتذاكر، تحطه كده وتكتب التعريف، لان انا ممكن اقول لك definition of wound او في وسط الكلام اقول لك loss of natural continuity of tissue is called نقط تقول لي wound. تقسيمتها هم ثلاث انواع، يا جرح بسيط من الناحيه الشرعيه بقى والقانونيه، المشاكل والايه والمحاضر، يا سيمبل بسيط، يا دينجرس خطير، يا مورتال مميت. السيمبل اللي هو طبعا ايه بيخف في خلال 20 يوم، عشان كده يقول لك ايه انا عايز ايه لو سمحت المحضر اعمل لي اكتر من 21 يوم عشان ايه يبقى ايه يخش في مرحله الدينجرس. يبقى ده لو بسيط، لو شافوا كل النيابه التقرير الطبي 20 يوم او 15 يوم اقل من 21 يوم فبيقول له ده ايه بسيطه وبيعتبر طبعا اكيد جنحه او كده، لانها ايه without leaving permanent infirmity. infirmity يعني عاهه مستديمه ما بتسيبش اي اثر خالص، وبتاخد اقل من 21 يوم. اكتر من 21 يوم طبعا leaves permanent infirmity، يعني طبعا ايه بتسيب عاهه مستديمه، اكيد دي طبعا بيعتبروها ممكن جنايه، يعني درجه اعلى من الجريمه. طبعا الفيتال طبعا بقى ايه ربنا يتولاه كوز ديس على طول، لو جرح تعني مثلا مثال الونس اللي في القلب يحط في القلب ما يلحقش عبال ما يجي اسعاف، لو واقف دكتور جنبه يقول له مش هيقدر يعمل له حاجه الا، وحتى لو جت عربيه الاسعاف عبال ما تنقله للمستشفى والقلب شغال وفي جرح تعني جوه اكيد هيكون طبعا ايه مات العيان. دي الثلاث انواع بتاعه الجروح عامه. الجروح بقى بتبتدي من ابسط حاجه، الانواع بتاعتها انا فوتها اهو، هم سبع انواع. اول حاجه الابريجن، الخدوش والسحاجات، حاجه سطحيه اقل او اكتر حاجه سطحيه، او ده بقى اللي اقل من 21 يوم، affecting outer layers of the skin. يبقى اذا الخدوش او abrasions affects نقط outer، نقط يبقى نقط outer layers of the skin، دي اسمها ايه؟ abrasion، بيسموها بالعربي خدوش او خربوش او سحاجات. طبعا في ايه دايما بتتكتب في كلام الطب الشرعي سحاجات، سحجه يعني جرح ايه خفيف خالص. طبعا ايه بيحصل نتيجه احتكاك او ضغط بواسطه ايه على الجلد باي حاجه بلونت او ممكن شارب، يعني بلونت مثلا زي مثلا حاجه خبطت فيه مثلا عصايه مثلا بتاع عملت له خدش صغير كده، او شارب اللي هو طبعا مثالها السكينه دي بتدي شارب اوبجكت، بس بيبقى سطحي، لازم يبقى سطحي ما بياخدش كل طبقات الجلد عشان كده بيخف، بيبقى النزيف فيه خفيف خربوش وايه وهيلز رابدلي وداوت اي اسكار. اسكار يعني ندبه، الحاجه اللي ايه بعد ما ايه اللي هو العاهه، اللي هو لو واحد مثلا واخد له حاجه في وشه كده تبان سكار، اسمها سكار او الندبه اللي هي بتعمل عاهه ايه مستديمه. انواعها بقى اول حاجه سكراتش اللي هو الايه السطحي او الخربوش، سكراتش يعني خربوش بيبقى ايه شارب اوبجكت زي مثلا دبوس ابره مثلا او الدوفر، القطه ممكن تخربش حاجه سطحيه بتاخد الايه السطح بتاع الجلد ده اسمه سكراتش. سلايدنج اللي هو احتكاك بقى اللي هو بيقع بيتزحلق بيقولوا عليه ايه زي الحته ايه اتجلطت واحد وقع على رجليه، او طبعا بتحصل في حوادث الايه العربيات او هتسحب
واحد من ايه من رجليه او بيسحبه ممكن يعمل له تعويره، او حوادث الطرق لو عربيه سحبته برضه نفس الحكايه، او وقع رميته وقع من العربيه مثلا لو عربيه نص نقل راكب فيها حد، او حتى العربيه مع شده على سواقات الباب يتفتح تلاقي السواق او الراكب يترمي بره على الرمله او على الاسفلت، يعمل له ايه حاجه اسمها سلايدنج ابريجن، يعني ايه يعني خدوش ايه احتكاكيه. الكونتاكت بقى اللي هو حاجه لزقت في التانيه، حاجه لازقه، ده بيسموها تلاصق او تلامس كونتاكت. ها يعني حاجه زي كونتاكت لينز، عارفين العدسات اللاصقه اسمها كونتاكت لينز، دي بتبقى عدسات لاصقه، دي حاجه لصقت في الجلد عطت لنا بريشر، عطت لنا ضغط، او باترن بتاخد ايه يعني ايه باترن، يعني بتاخد نفس الشكل بتاع الايه بتاع الاله اللي معموله بيها، يعني ضربوا بشاكوش مثلا تلاقي شكل الشاكوش ايه بره، برودوس باي اوبجكت ابلايد، بتخش غالبا عمودي، بيبقى مضروب عمودي، يعني لو ضرب بشاكوش عمودي، لو ابره مثلا عموديه، leading to crash of the cuticle اللي هو الجزء الخارجي من الجلد، وايه وبتدينا ايه ابريجن، بتاخد ايه شكل الايه قلنا بتاع يطبع، يعني بيطبع شكل الآلة اللي مضروبة بيها أو المخبوط فيها، حتة خشبة اتخبط فيها عملت له شوية إيه كونتاكت أو حاجة بريشر ضغطة، في الحالة دي إيه بتبقى إيه بتاخد نفس الشكل بتاع الآلة المستعملة أو اللي هي إيه اتضرب فيها. طبعا دي عندنا شوية حاجات كده هناخدها بعد كده، الإكزامبلز في الهانجنج والسترانجليشن وسمودرينج في الخنق برضه، والتروتنج في حاجات الخنق هناخدها بعد شوية كده، هنعرف ايه بالظبط الحاجات دي يعني. انما انا شفت بالنسبة كونتاكت، انا يعني شفت ابريجن كده في واحد في الصيف ولابس زي تي شيرت كده خفيفة، وكان في حادثة وحزام الامان حماه، حزام الامان جاي هو كسواق ماسك كده من كتفه الشمال لغاية تحت اسفل عند البطن كده من الناحية اليمين، واخد شكل الايه حزام الامان واخده كابريجن، دي اسمها كونتاكت ابريجن، طبعا سطحيه اكيد يعني. نخش بعد كده البروزس او الكدمات او كونتيوجن. كونتيوجن دي بقى عباره عن ايه؟ برضو يلا تعريف يا جماعه، اكسترافازيشن اوف بلاد انتو سراوند تيشو، الدم بيطلع بره الانسجه بس جوه الانسجه، اوقات يتجمع في صوره كوره ده اسمه هيماتوما، انما دي بيخش جوه الانسجه بيطلع خارج الانسجه وينتشر جوه الانسجه، دي بتعمل ايه؟ فولوينج دامج اوف ذا بلاد، لان بيحصل تدمير بخبطه مثلا اي حاجه بتوصل ايه؟ بتدمر البلاد فيسلز الاوعيه الدمويه، فبيحصل ايه حته اللي هي يقول لك بعد كده ازرقت. وطبعا على حسب بقى، ممكن عصايه طوبه وقعت عليه مثلا من فوق، او واحد حدفه في طوبه في ظهره او في حته فريشه، ممكن ضغط عليه بصوابعه تبص عملت له ايه؟ كونتيوزد ووند او بروزز. الكلاسيفيكيشن بقى، يا بتبقى سطحيه في الجلد بس برضه لازم يكون فيها نزيف خفيف كده، يا تحت الجلد ده بيبان بقى عندنا، بص هي حته زرقت كده، او ديب العمق ده في السب دي اس سي، يعني السب كوتينيوس تيشو الانسجه اللي هي تحت الجلد، برضه بس في العمق بقى، في العمق يعني انا اعتقد مثلا بتحصل لو واحد مثلا تخين شويه مثلا بيتخبط مثلا في رجليه تبص هي زرقت، او ممكن برضه يمكن ايه في الفيميلز اكتر بتلاقي ايه اتخبط بيحصل نزيف في الدهن اللي تحت الجلد، وخلال يومين بيبتدي يظهر ايه الحته يقول لك دي زرقت. كل ده ايه ابريجن او سوري اسمها كونتيوجن او بروزز. الكات ووند بقى ده جرح قطعي، اوقات يسموه الجرح انسايز، عارفين انسايز يعني مقصوص، او ايه اوقات يسموه الجرح الجراحي، الجراح لما بيفتح بطن العيان ده بيعمل له كات ووند، او طبعا بنشوفوه شارب اوبجكت زي السكينه اللي بيضربه في وشه بالسكينه كده تجيب له خط ايه خط كامل متكامل جميل، خط يعني ما فيهوش اي حاجه خالص، بس شارب انسترومنت ده اسمه كات ووند، او في الاخر الجرح القطعي اسمه جرح قطعي. طبعا لازم يكون شارب اوبجكت سكينه مطوه، الانجلز بتاعته الزوايا من اول الجرح لغايه اخر اكيوت، يعني زاويه حاده ما اتفتحتش مننا، ممكن حتى لو فتح شويه تلاقي الجرح فتح منه، بس الزاويه بتاعت ايه اول الجرح واخر الجرح طبعا اكيوت يعني زاويه حاده، وايه اللينس اوف جريتر ذان طبعا الدبس، طبعا ايه سطحي يعني بيبقى سطحي عشان هناخدها بعد كده دلوقتي في الاستاد، ان هنا طوله مثلا 5 سم، طب عمقه قد ايه ممكن؟ ما فيش سنتي،
ممكن يكون 5 مللي ولا اقل من نص سنتي. ها يبقى الطول اكتر من العمق، والايه والعمق الليست دايمنشن بيبقى مفهوش يعني تقريبا ما تقدرش تقيسه، بيبقى بسيط يعني العمق، رغم انه بيعور الجلد وبيعمل عاهه، انما برضو غير الطول. والهير لو شفت الشعر سواء بقى ايه بعدسه او كده، هتلاقي الشعر زي ما يكون مقصوص بالمقص، زي الحلاق كده ما بيقص الشعر مقص، ده برضو مقصوص بالمشرط او بالسكينه قصه، مقصوص قص خالص يعني. طبعا الاكسترنال بليدنج بيبقى شديد جدا، ومفيش طبعا سحاجات، absent bleeding of the tissue، مفيش بقى ايه الانسجه راكبه على بعض بقى، لان هو يعني بالظبط زي الجراح كده ما بيفتح ايه بطن العيان، او بيفتح تبص ايه خط ما فيهوش حاجه، وده طالما هو كده بالطريقه دي غالبا ما بيجيلوش اي انفكشن او سيبسيز، يعني ايه تلوث، ما يتلوثش كتير. الكونتيوز بقى ده متهتك او جرح كدمي، ها جرح كدمي يعني جرح ضرب وقعت على واحد طوبه، او ضربه في طوبه مثلا في ظهره، تعمل كدمه وتفتح كمان الجلد، ها الكدمه الجلد مقفول، كونتيوجن لسه قايلينها الجلد مقفول، انما ده ووند بقى جرح الجلد اتفتح، يبقى كوز باي بلانت برضو زي ستون حته طوبه، ها بيبقى الحواف او الايدجز بتاعت الجرح الريجولر مش منتظمه خالص، ها معوجه، والريجولر انجلز بتقول لي بقى الانجل بتاعته شكلها ايه، ما تعرفلهاش انجل، هتلاقي حته واسعه حته ضيقه، ده جرح نزل على الجلد، الجلد فرقع، ففرقعه الجلد دي بتدينا كذا انجل، والطول غالبا برضو بيبقى اكتر من الدبس، بس ممكن ايه يعني، بس غالبا بيبقى ايه الطول يعني مش بعمق الايه الضربه. وطبعا الشعر بقى تلاقيه متبهتك بقى ومتفتك ولازق في بعض كده، مش مقصوص ايه زي التاني كده، والاكسترنال بليدنج بيبقى ممكن اقل شويه، انما ممكن يحدث ايه لو نزل على بطن العيان، ممكن يكون او في دماغ العيان، ممكن يعمل له نزيف ايه زي ما هنعرف نزيف داخلي، وممكن تلاقي حواليه الطوبه لما خبطت عملت له ايه حوالين الجرح، ها دي مش موجوده فوق، عمل له ابريجنز يعني شويه سحاجات او خدوش، والايه والانسجه تلاقيها راكبه فوق بعض بقى، وايه وده طبعا ايه عشان متهتك، فممكن يجي له ايه تلوث. الاستاب ووند ده اسمه جرح طعني، طعن كوز باي بنتريتنج، خرق يخترق، بنتريت يخترق، ها البودي باي بوينتد، لازم بوينتد، خلي بالك عشان اللي بعد كده جايه مش بوينت، بوينتد زي السكينه كده، حاجه ليها بوز، حاجه زي السهم كده، ها انسترومنت زي النايف، طبعا بيبقى ايه الوند ده شارب وريجولار ايج، برضو نفس الحكايه، السكينه نازله ايه عموديه عليه، واكيوت انجل برضو مش كده، واللينس اللينس از ليس ذان، تلاقي الجرح يعني مش عايز اقول لك مثلا جاي له في صدره، شفناها كتير تلاقي الجرح سنتي، خدت بالك؟ حتى كنا اوقات نحتاس يا ترى الجرح ده نافذ ولا مش نافذ، كان في ناس تحط ترمومتر ها ويشوفوا لو دخل الترمومتر خلاص، بس قال لك خلي بالك ما تعملش الحركه دي في الجروح النافذه، لان ممكن ايه يكون متعلق على ايه على شويه انسجه كده دخلت الترمومتر جوه الجرح، ده شفناها جروح طنيه في الصدر، فانما غالبا بيبقى ايه من بره خفيف سنتي، ممكن تخيطه بس من جوه يكون داخل في الرئه، عامل له ايه هيموثوركس او نيموثوركس، الدم ايه متجمع او الهواء متجمع جوه الرئه، او يكون داخل في القلب، يبقى اذا جرح يعني بسيط جدا خارجيا، انما طبعا عميق داخليا وعامل مشاكل قد تكون ايه ما اتفقنا مميته. ده الاستابون او الجرح الايه الطعني، الطعني. والهير طبعا برضه بيبقى قط زي الايه دول، طبعا ايه ده شغل الطب الشرعي، ان لو شفت بالمرايه بعدسه بتشوف بتلاقي الشعر كانه مقصوص برضه، ها والاكسترنال بليدنج ممكن ميبقاش بيبقى موجود، بس طبعا اهم حاجه اللي داخل، افرض داخل في الكبد او في المعده او في الامعاء، يعني طبعا اكيد هيعمل له نزيف داخلي، ما فيش ابريشنز بقى، ده بيضربوا الضربه كده ما فيهاش كلام، بتبقى داخل على طول، وايه ابسنت اوف بريدجنج، مفيش طبعا الجرح القطعي، الجروح القطعيه ما فيهاش، زي الجرح القطعي بس صغير، هو جرح قطعي بس صغير بس عميق بقى، وطبعا ايه ممكن ايه يجي له تلوث اكتر. البانكشر بقى احنا قلنا ده الاولاني اسمه طعني، ده اسمه وغزي بقى، الايه الجرح الوغزي، الجرح الوغزي الاله المستخدمه ما بتبقاش شارب غير السكينه، السكينه داخله هرفه، داخله في الاخ، داخله ازاي؟ بيقول لك زي مثلا ايه مسمار فوكر، دي مثلا حته حديده، سيخ حديد مثلا دخل في جسم الانسان، او مقص بس مقفول،
بس مقفول ماشي، فبياخد شكل الشكل ده. يبقى اذا اهم حاجه الفرق بين الستير ها والبانكشر ان ده without sharp object. البوزيتيف السبب هنا الاله المستعمله السبب مش شارب، الثانيه شارب حاده داخله عارفه طريقه داخله كده على المعده على الصدر ها او في الظهر يطعنه من ظهره ها اسمه طعن. انما ده واخزي بيتوغس بيحصل بقى حاجات كتير يعني مسمار حته حديده الولاد بتلعب بيعدوا سلك كده مثلا في جنينه او بتاع ده السلك يقوم داخل ها في رجل الواحد او في يعني في اي حته ممكن يدخل فيها ويعمل له ايه بانكشرد ووند. ات تيكس كروس سيكشن اوف ذا كوستيف اه بتاخد نفس الشكل الايه ها اللي هو اللي داخل الجزء اللي داخل فيه يعني لو المقص المقفول ده شوف شكله ازاي لو هو مثلا ايه الشكل مثلث هتلاقيه داخل عاطي نفس الشكل المثلث لو شكله نجمه مثلا مفك مثلا كويس ودخل في جسم الانسان عمل له بانكشر ووند مفك ها واحد طعنه بمفك تلاقيه واخد شكل المفك الجلد واخد شكل الايه المفك. في بقى فابريكيتد ووند اللي هو الايه الجرح المزيف اللي هو بيعور نفسه سيلف انفليكتد سيلف نفسه انفليكتد هو اللي بيعمل الجرح ده. الله واحد هيعور نفسه ايوه ممكن يعور نفسه ويعمل جرح ايوه في حالات ايه هنعرفها اسبابها ايه مثلا اكيوز ان انمي واحد عنده ايه عدوه مثلا او بتاع او جاره وبنتخانق كل شويه ومساكني ومش عارف ايه ومعور نفسه يقول لك ده ايه ده عورني. دي في الطب الشرعي طبعا ما لازم نكتشف الحقيقه مهمه جدا في الطب وانت لازم تعرفها برضه في شغلك ها ان دي ايه يوم معور نفسه يبقى اذا عشان ايه عدو ليه او جار او بتاع او واخد يقول لك ايه ماخد طب انا اعمل له ايه اوديه الاسم ازاي يوم معور نفسه يروح اعمل له محضر ونقول لك ده ايه ده هو اللي ايه اللي ضربني بس هو اللي ضارب نفسه. هنعرف ازاي نعرف نكتشف ان هو اللي ضارب نفسه تو أليج ايه كرايم ديورنج سيلف ديفنس او يقول لك ايه ده دفاع عن نفسه يكون هو بعد ما ايه ما عمل واحد ضربه ومش عارف ايه يقوم معور نفسه لان لو راح الاسم يقول لك ده انا بدافع عن نفسي ما ها ده عورني وبتاع هو كمان هو اللي عورني طب ما انت معوره يقول لك برضه انا اتعورت ده انا بدافع عن نفسي سيلف ديفنس دفاع عن النفس او طبعا ايه ممكن يقوم معور نفسه ويروح ايه على النيابه يقول لك بص البوليس عمل فيا ايه شفتوا خدوني في القسم وبهدلوني ازاي بعد ما يطلع من القسم مثلا او كده ها او رايح في النيابه يقوم معور نفسه يقوم وكيل النيابه يقول لك ايه روح اعمل لي محضر وهو اللي معور نفسه داخل الحجز مثلا لغايه ما يصبح عليه النهار يقوم معور يقول لك بصوا ضربوني ازاي يجي وكيل النيابه او واحد بيعور نفسه او يقطع صباعه بتحصل شفناها على فكره بيقطع صباعه او يعمل اي حاجه على اساس ايه ما يروحش ما يخشش الجيش كان زمان الجيش طبعا والحروب الحمد لله ربنا يكفينا شر الحروب مش كتيره انما كان اول واحد يقول لك انا ممكن اروح الحرب وما اخشش الجيش يعني ما يخدمش الخدمه العسكريه. طب بنكتشفه ازاي بقى؟ غالبا مش واحد بيعور نفسه مش هيبقى خطير مش هيدي خطوره ها وطبعا بيبقى في مكان يقدر يوصل له مش معقول في ظهره هيكون هو طعن نفسه هيطعن نفسه ازاي؟ ما حدش يقدر يطعن نفسه من ظهره يعني فايه في مكان في متناول غالبا اكتر مكان بيبقى الاطراف الطرف العلوي دراع او رجل او الطرف السفلي وغالبا شوف بقى حته تكتشفها ازاي لما بيعور نفسه ها بيرفع جلد بيرفع دراعه كده مثلا لابس قميص بكم او لابس جلابيه في الفلاحين او بتاع يقوم رافع ايديه ويعور نفسه يقوم منزل الجلابيه يا سلام انت جات لك الضربه هو اللي بيعور نفسه لو واحد داخل على جرح حيطان يقول له لو سمح لي ارفع لي هدومك عشان احط عشان اديك جرح حيطاني لا ده انا هنا هو رفع ها عشان ده فابريكيشن فبركه يعني الجرح المفبرك ها عشان كده عمل فابريكيشن تلاقيه رفع مثلا هدومه ويقول لك ده حاول يديني طعنه طب اعطاك طعنه رفعت له هدومك الاول لا يبقى ده بنقدر نكتشف ان هو ايه ان هو فابريكيتد. في بقى حقيقي بقى الديفنس وون ازاي بقى ادافع عن نفسي ها جرح ونقدر نكتشف في الطب الشرعي ان ده جرح دفاع عن النفس غالبا بيبقى في الاكستريميتيز في الاطراف يعني طرف علوي طرف سفلي مش في جسم الانسان احنا الجسم عندنا الصدر طبعا والبطن والحوض مش كده والظهر طبعا من ورا انما الاطراف اللي هو الدراع من اوله من اول الكتف لغايه تحت والايه والطرف السفلي من الفخذ لغايه تحت طبعا غالبا هو بيقاوم ممكن يقاوم برجليه او ها او ممكن بيكون بيحاول ياخد مثلا سلاح او كده او بيحاول ياخد عصايه التاني ماسك ايديه لان او بتشوفه في الافلام بيحاول يمسك ايه
سلاح والسلاح قدامهم الاثنين وهما بيتخانقوا، ويقوم شادد ايديه ويقفل على ايديه، لان لو مسك سلاح هيموت. ده اسمه ديفنس، يبقى بيدافع عن نفسه عشان ما ياخدش السلاح، لان لو خد منه السلاح هيموته. او بيعمل ايه ده، لو واحد دفاع عن النفس بيديله مثلا ضربه او شلوط او حاجه في وشه، يقوم حاطط ايديه على وشه، ها تلاقي الايه الجرح فين؟ في ايديه، لانه بيحمي وشه او بيحمي بطنه او يعمل له حاطط له ايده كده، ها يقوم الضربه بدل ما تيجي في بطنه تيجي في ايديه، فتلاقي الجرح في ايديه. كده خلصنا الجروح. هو في بس سؤالين عندنا هنقول لكم برضو.